السلام عليكم. اليوم نروحوا لولايه غيليزان لنقف على وضعيه المشروع نتاع المسجد القطب نتاع ولايه غيليزان، واللي على حسب الصور اللي عندي الاشغال لم تتغير منذ اكثر من عامين، يعني مشروع حابس كامل. وشي مؤسف ان تكون يعني مشاريع من هذا الشكل اللي تزيد، يعني تكون اضافه من ناحية المعمارية، من ناحية الحضارية، من ناحية الدينية. يعني مشروع كهذا عنده أهمية كبيرة على جميع الأصعدة، لكن للأسف بقي في شكله هذا مدة أكثر من سنتين. إن شاء الله المسؤولين يأخذوا يتداركوا الوضع هذا ويكملوا المشروع هذا. إذن أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.